توكل على الله. احنا يمكن الفترة اللي فاتت دي كان التوفيق كان محالفنا بصراحة، أدينا بشكل كويس واللعيبة الحمد لله كانت عندها من الجدية والالتزام إن هي تعمل حاجة، لأن البداية لازم ما كانتش كويسة، البداية كانت صعبة جدا، لعبنا أول 5 مباريات ما كانش عندك ولا نقطة، ولكن الحمد لله حاليا عندنا 9 نقاط، عندنا 2 إصابات بس، إن شاء الله يرجعوا بالسلامة بإذن الله. بتكلم على محمود السيد وبتكلم على زيزو، ان شاء الله ما يكونش عندنا مشاكل تاني في الجزئيه دي، لان احنا كنا بنعاني بصراحه في الفتره الاخيره. يعني بصراحه مش حته عبد الغني او محمود علاء او حته لعيبه، اللعيبه كلها اللي جت لعيبه كلها محترمه ولعيبه كلها كويسه، ان شاء الله تدي الاضافه للنادي ويكونوا عند حسن الظن، لان احنا اختياراتنا كانت اختيارات في اماكن معينه، احنا ما اخترناش كتير زي فرق كتيره جدا، احنا اخترنا 5 لعيبه واثنين لعيبه صغيرين افارقه ان شاء الله هيقولوا كلمتهم ان شاء الله في المستقبل، مواليد 2005 و2003. لكن عايز اقول لك عبد الغني لعيب كبير ومحمود علاء لعيب كبير، ولكن انا لما تعرض عليا عبد الغني فقلت موافق، عبد الغني لعيب كويس ومحمود لعيب كويس والاثنين طبعا لعيبه كبار ولعيبه خبرات ولعيبه منتخب مصر ولعيبه بيلعبوا في نادي الزمالك، فعندهم من المقدره والخبرات والكفاءه ان هم ان شاء الله يكونوا كويسين ويكونوا اضافه لاي نادي. فعبد الغني ان شاء الله معانا الفتره ديت ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقه ان شاء الله مع المجموعه باذن الله. اعتقد موضوع جبل من اللي انا عارفه يعني من خلال الاحداث اللي حصلت في الفتره الاخيره، هو الموضوع كان ماشي في سكه سليمه، وكان الموضوع احنا بندور برضو على حارس كان يهمنا من ضمن الحراس اللي ترشحت لنا، ان انا اختار حارس كان لعب مع النادي، حارس عارف اللعيبه، لان في يناير الوضع بيبقى مختلف، لما اجيب حارس لعب معاك وعارف ظروف النادي وعارف امكانيات النادي وعارف اللعيبه اللي لعب قدامها، فعشان كده كان اختيارنا للزنفولي يعني. ولكن جبل حارس كبير وحارس منتخب مصر وحارس عنده تاريخ كبير وعنده امكانيات كبيره جدا، انا بصراحه واحد من الناس اللي فرحت ان جبل مستمر معايا، جون بيبقى عليه 50% عامل كبير جدا لاي فرقه، خاصه لما يكون اسم كبير زي جبل يعني. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق لجبل والتوفيق لينا، لان احنا كلنا عايزين نعمل حاجه السنه دي، حاجه تكون مختلفه عن السنوات اللي فاتت. زنفولي عامل موسم كويس بصراحه، وده من ضمن الحاجات اللي انا كنت برضو اختياري ليه، غير ان هو كان موجود معنا في النادي، كان عامل بدايه موسم مع الداخليه كويسه، هو حارس اتمنى له التوفيق. زنفولي 31 سنة مش حارس مش كبير، أعتقد فترة الإعارة هو اللي هيقول كلمته، تركيزه والتزامه تمريناته هتبقى مختلفة أكيد، الضغوط اللي هتكون موجودة عليه كل ده اللعيب لازم يكون عارفها كويس قوي، فبتمنى له التوفيق. زنفولي لعيب أو حارس محترم، بتمنى له التوفيق زي ما بتمنى لكل اللعيبة التوفيق. الصفقات كلها على المستوى الفني كلهم كلاعيبه كل واحد لوحده كده، لا لعيبه كواليتي عالي، لعيبه كويسين، لعيبه ان شاء الله يدوا الاضافه لنادي الزمالك. ولكن انا بالنسبه لي من اول يوم جه في الصفقات اتسالت السؤال دوت، فقلت ان في لعيبه كتيره جدا في مركز واحد، يعني عبد الله السعيد بتتكلم في شحاته، بتتكلم في سيف جعفر، بتتكلم في ناصر ماهر، بتتكلم في مهاب ناحيه اليمين، بتتكلم في شيكابالا، بتتكلم في زيزو، بتتكلم في لعيبه كتيره مش عايز انسى حد، ولكن اعتقد هم اضرب الامور. بس كنت اتمنى ان الصفقات المدير الفني يجي الاول وبعدين الصفقات تيجي عشان ما تخشش في مشاكل بعد كده، لان انا لما جيت هنا اخترت الصفقات المراكز اللي انا محتاجها من خلال رؤيتي يعني، فانا اشوف ان اتمنى ان الزمالك ما يعانيش في الجزئيه اللي انا بتكلم فيها. عبد الله السعيد احسن لعيب في مصر في مكانه، عبد الله السعيد لعيب مختلف، كواليتي مختلف، بيحط كرات ثابته كويس، عنده روح. عبد الله السعيد من ساعه ما مشي من النادي الاهلي عنده الرغبه ان هو ياخد بطوله هياخدها ان شاء الله مع نادي الزمالك، لان عنده كل الامكانيات، اسم نادي الزمالك كبير وتاريخ، والزمالك دايما بيلعب على البطولات، والزمالك دايما موجود، وعبد الله محتاج دي. عبد الله اتمنى طبعا في وجود شيكابالا، وجود عبد الله، موجود اللعيبه الكبيره اللي هتدي الاضافه للعيبه الصغيره، ان هم ان شاء الله ربنا يوفقهم.